حقيقة وليس حلما، افتتح في العاصمة الفيتنامية هانوي أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل. يكلف المبيت في الفندق لليلة واحدة في أحد الأجنحة مبلغ 1000 دولار. سيعمل الفندق الذهبي المكون من 400 غرفة والمكون من 25 طابقا تحت العلامة التجارية الأمريكية فنادق ومنتجعات ويندهام. استغرق بناء الفندق من فئة 5 نجوم والذي يكسوه البلاط الذهبي 11 عاما كاملا. يحتوي الفندق على لوبي مطلي بالذهب، وكذلك أثاث مطلي بالذهب، ومغسلة وحوض استحمام، فضلا عن سلسلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب.